الاب والابن والروح القدس. نحن المطارنة والاساقفة والكهنة والشمامسة وكل الشعب المحب للمسيح اتفقنا جميعا بطيب قلب، فانتخبنا الانبا شنودة بابا وبطريرك ورئيس اساقفة للكرسي الرسولي، كرسي القديس مرقس الانجيلي. صلوا جميعا لابينا المختار من الله. اطلع يا رب علينا وعلى خدمتنا وطهرنا من كل دنس، وارسل من العلاء نعمة رئاسة الكهنوت العليا على عبدك الانبا شنودة. ندعوك يا انبا شنودة بابا وبطريرك وسيد الكرازة المرقسية ازمرات جابيك منو جميل جيزة خريستوس بن جويس. تسلم تكليب رئاسة الكهنوت لسنين كثيرة وأزمنة سالمة هادئة مديدة. كهنتك يا رب يلبسون العكس. تبارك الله الذي سكب من نعمته على كهنته مثل الدهن على الرأس الذي ينزل على اللحية لحية هارون النازل على جب قميصه مثل ندى حرمون كل حين. تبارك الله الذي من تصاح قويا بالقوة وجعل طرقي بلا عيب كل حين. يمينك يا رب ممجدة بالقوة، يدك اليمنى يا رب سحقت الأعداء. يداك صنعتني وجبلتني، فهمني فأتعلم وصاياك. تقلت سيفك على فخذك أيها الجبار بحسنك وجمالك. فابتهج راحب الرب ويبتهج قلبي بالله مخلصي. ملك الرب واستشعر في الذاء، لبس الخضرة تجمل الأبيات، وضع على رأسي تاجا من عجل كريم، وحياة صالحة سألت فأعطاني كل نعيم. الآن والكل عسى الرعاية من يد الرعاة الأعظم يسوع المسيح ابن الله الحي الدائم إلى الأبد. على الكرسي الرسول الانجيلي مرقس. اجلسنا انبا شنودة بابا وبطريرك على الكرازة المرقسية كرسي القديس مرقس الانجيلي بزمر اوزن جادي ابن مرقس واب ان بركليكم امين.